أهلا بكم. بين النهج السابق والإسلاميين، من سيختار المصريون؟ إيران والدول الستة، اتفاق على الحوار واختلاف على مضمونه. طبعا احنا بنمثل الكتلة الأكثر تأثيرا داخل الشعب المصري، لا شك أن وسائل الإعلام وخاصة إعلام رجال الإعلام رجال الأعمال التابعين لفولو النظام كان لهم تأثير على محاولة تشويه الصورة بشكل عام. لكن بالنسبة لأحمد شفيق، لعبت الأجهزة التنفيذية دورا كبيرا في محاولة تجييش المصريين وإشاعة نوع من أنواع الرفض للاستمرار الثورة بهذا الشكل تحت مسمى أنها تبغي الأمن والأمان والاستقرار، في حين أن الأمن والأمان والاستقرار لم يتم في عهد النظام السابق. نعم. حمدين صباحي هو كان المرشح الوحيد العلماني اللي كان له مصداقية ثورية. يعني الانتخاب مرسي ما كان انتخاب مرشح، كان انتخاب الإخوان، تيار الإخوان المسلمين. السؤال كيف، ما الذي سيفعله الإخوان ليعبروا ليطمئنوا تلك القوى التي لديها أسئلة، لديها شكوك حول دور الإخوان، وخاصة بعدما الأمور يعني التي تفضلت وأشرت إليها. ولكن يعني فعلا هذا سؤال مهم. أولا أبو الفتوح أعتقد أنه أعطي الكثير من التغطية ربما واهتمام أكبر في وسائل الإعلام ومن قبل العديدين من المحللين، ربما أكثر مما كان لديه يعني قوة تدعمه على الساحة. يعني برأيك ألا تتحملون أي جزء من هذه المسؤولية في فقدان بعض الثقة بكم؟ لا، بالتأكيد نتحمل. بالتأكيد نتحمل جزء منه. نتحمل أولا في تأخير القرار في بالنزول للرئاسة، قصر الفترة التي تحركنا خلالها، فترة طويلة جدا لبقية المرشحين، هذه كلها أسباب أدت إلى تقليل النسبة التي حصلنا عليها. السؤال الآن، هل الرئيس سيكون أقرب للجيش أو أقرب للبرلمان؟ وهذا سيؤثر، يعني هذه النتيجة ستؤثر على تشكيل الحكومة الجديدة وكتابة الدستور الجديد. أعتقد أن القادة العسكريين شخصيا يعنون ما يقولون عندما يقولون إنهم لا يريدون أن يلعبوا دورا سياسيا، ولكنهم لن يتنازلوا عن صلاحياتهم، فهم مقتنعون أن الجيش مؤسسة وطنية تخدم مصلحة استقرار مصر. أعتقد أن الجيش سيعتبر نفسه موازن بين الجهتين، وإن كانت الرئاسة في يد شخص علماني فربما سيكون للجيش ثقة أن هناك توازن إلى حد ما في النظام. وأنا أقول نحن الذين نريد تطمينات، نحن كإخوان مسلمين نريد تطمينات من الغرب، هذه تطمينات من الغرب. نقول هل كان النظام السابق محافظا على حقوق الإنسان أم ممتهنا لها؟ إنه سؤال يعني ما ينبغي أن يكون بهذا الشكل، لأنه لو تمت انتخابات نزيهة وعبر الشعب المصري عن إرادته الحرة فالجميع سيحترم هذه الإرادة. لكن إذا تم هناك نوع من أنواع التزوير، سواء كان هذا التزوير هو التزوير النمطي المعروف وهو محاولة تغيير النتائج، أو محاولة يعني الدفع بالأموال لشراء الأصوات وتسخير السلطة التنفيذية لصالح مرشح دون غيره، فهذا يكون انقلاب على الديمقراطية وانقلاب على رأي الشعب ابتداء. نعم، إيران تريد أن تخفف من وطأة العقوبات، ولكن إيران أيضا تريد حلا على المدى الطويل. ربما يعني موضوع 20% من درجة التخصيب هو مرهون بمساعدة الوكالة لإيران، عندما الوكالة لم تقوم بهذه المساعدة إيران ستضطر إلى التخصيب في الداخل. عندما إيران وصلت إلى بغداد كانت تنتظر أن الدول الغربية تقوم بهذه الخطوات، ولكن لم ترى هذه الخطوات ورأت هناك يعني موضوع الدول الغربية التزمت بأن تعترف بحق إيران بتملك التقنية النووية في تخصيب اليورانيوم، في إزالة العقوبات، في إرجاع ملفات.